يا أخي كل مشكلة اللي تصير عندك، أنا قاعد هنا على السجادة يجيني الأخ يقول لي أنا رزقي شحيح، أقول له استغفر الله. واحد آخر يقول عندي هم وغم على قلبي، أقول له استغفر الله. واحد آخر أقول بيتي وعائلتي ويا زوجتي ما عنده، أقول له استغفر الله. كل المشكلات حلها بالاستغفار. تسمعني حبيبي، كل مشكلة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا عندي هم وغم على قلبي، قال استغفر الله. قال شنو الذنب شنو الدخل؟ أشرح لكم شنو السبب. المشكلات التي تأتينا سواء مشكلات فردية أو جماعية أو بلايا أو أمراض أو أي مصيبة نتيجة لذنوبنا، ذنوبنا تجيب لنا مشكلات. بس كثير من الناس ما يعترف عنده ذنب، هو مذنب يقول لا أنا ما عندي ذنب. هو قوله ما عندي ذنب هو ذنب. تسمعني حبيبي، قولك ما عندي ذنب هو ذنب. دائما يجب أن تعترف أني مذنب، دائما. لا تقول أنا ما مسوي شيء. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا عندي هم وغم على قلبي، قال له استغفر الله. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين أنا رزقي شحيح، أي شغلة اللي أشتغل بيها حتى أوسع على نفسي هاي الشغلة تطلع فاشلة. الإمام قال له استغفر الله. قال سيدي شو له دخل استغفر الله، أنا تاجر أنا كاسب، ها شو له دخل؟ الإمام قرأ له هاي الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وراها شنو؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيش؟ إذا مال استغفر الله، بأموال وبنين. إجا واحد إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله أنا ما عندي بنين، كل بنات بنات، ادعي لي. قال أنا ادعي لك لكن أنت استغفر الله. قال شو له دخل؟ الإمام قرأ له هاي الآية ويمددكم بأموال وبنين. تريد بنين استغفر الله، تريد أموال استغفر الله.